وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها البروفيسور فؤاد أيوب مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام سامي علوية اتفاق تعاون بهدف معالجة تداعيات تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ويشمل التعاون بين مختبرات مركز جودة المياه والغذاء والدواء في الجامعة والمصلحة والقيام بدراسات حول التحاليل في مجالات المياه وبشكل خاص في بحيرة القرعون وحوض نهر الليطاني، حيث تعتمد هذه الدراسات على كافة التحاليل الممكنة والمتاحة في هذه المختبرات وفي مختبرات أخرى تابعة للجامعة. أيوب أكد أن الليطاني شريان حياة لكثير من المناطق، وأشار إلى أن التعاون بين الجامعة والمصلحة هو لخدمة المواطن وتنمية الاقتصاد والحد من المشاكل البيئية. بمناسبة تعزز التعاون باتفاقية بين الجامعة اللبنانية ومصلحة نهر الليطاني تهدف إلى القيام بدراسات وتحاليل مشتركة في مختبراتنا الجامعية وبالأخص في مختبر المياه والغذاء والدواء حول مياه القرعون وحوض الليطاني وتبادل المعلومات بشأنها ورفع العينات وإجراء الأبحاث والفحوصات المخبرية وإشراك أخصائيين من الفريقين في ورش عمل وتدريب تتعلق بمشاريع الري ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. بدوره علوي أعلن أن الاتفاقية ستوفر المليارات على خزينة الدولة وعلى الأموال التي رصدت من أجل تنظيف النهر. ليس توقيع الاتفاقية هو دليل على العمل، وإنما سبق توقيع هذه الاتفاقية بأن الرئيس مشكوراً مع مركز جودة الغذاء والدواء والماء وفريق من مصلحة الليطاني والكليات المعنية قد أخذوا عينات من كامل حوض نهر الليطاني وعاينوا كل مصادر مياه الشفة المعالجة وغير المعالجة ووضعوا تقرير مفصل، ولكنه تقرير كان يشكل صدمة. واجه أصحاب العينات الأمر بالإنكار وبالتشكيك هؤلاء لأنهم يريدون تلويث اللبنانيين لأنهم عاجزين عن معالجة مياههم. ويعمل بهذه الاتفاقية 10 سنوات قابلة للتجديد أو التعديل برضا الطرفين.